الملف الأبرز على كل ساعة هو ملف كورونا. ذكرت صحيفة تلغراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة. أضافت الصحيفة أنه من المحتمل تجديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من السبت، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل وعلى السفر بين جنوب شرق إنجلترا بما فيها العاصمة لندن وباقي أنحاء البلاد. ذكرت الصحيفة أيضا أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد يوم 28 و29 من ديسمبر الجاري، ما قد يسهم في تسريع حملة التطعيم. جونسون قال أيضا بالأمس الجمعة أنه يأمل في أن تتفادى إنجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد. طيب، على كل حال للإيضاح بينضم إلينا الدكتور أشرف شوقي، عوض استشاري الجراحة من لندن. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضراتكم. إذا يعني أعراض أخرى أشد خطورة لفيروس كورونا، هذا لم يكن يتوقعه البعض يا دكتور. أكيد احنا الحالات عندنا بتزيد وبتزيد بشكل يعني كبير جدا. اول امبارح 30,000 حاله، امبارح 28,000 حاله، وطبعا يعني احنا لقينا ان الحالات ما بتروحش، يعني مش بقوه الخطوره اللي هي بتخلي الحاله تروح لعنايه مركزه. يعني هو في اصابات كثيره بس شده، يعني اعراض طفيفه، أعداد دقيقة بالضبط. طيب خليني أفهم من حضرتك تصريحات يعني الحكومة البريطانية بوريس جونسون، كان بعد استدعائه لكبار الوزراء من الأطباء أنه سيكون هناك أعراض مختلفة لفيروس كورونا أو أشد خطورة في المرحلة القادمة، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق دكتور أشرف؟ هو أنا بقول لحضرتك إن هو دوت مش على أرض الواقع لسه ما حصلش، لأن الحالات اللي إحنا بنشوفها في المستشفيات دلوقتي هي نفس أعراض السابقة. طبعًا الفيروس بيتحور وبيتغير وبتظهر عليه أعراض جديدة بس لسه ما حصلش شدة. ما هي دي النقطة يا دكتور، يعني فكرة التوقع إن في سلالة جديدة لفيروس كورونا تحديدًا في الداخل البريطاني، أكيد التوقعات مبنية على مشاهدات معينة. طبعًا لأن الحالات زادت في الفترة الأخيرة زياده غير يعني غير متوقعه، ان لما حصل عندنا القفل السنه الاسبوعين اللي فاتوا دولك كانت بدات الحالات تنزل تاني وكان الكيرف متوقع، انما بعد لما فتح العزل المدن بدات الحالات تزيد بشكل كبير جدا وفي وقت قصير جدا، وبالتالي بداوا ان هم يعني انفستيجيت الموضوع ليه الموضوع ده حصل. واعتقد ان بدا في نوع من التحور للفيروس. طيب هي دي النقطه يا دكتور، يعني خليني اسالك السؤال بشكل مختلف، احنا هنا بنتكلم عن مرحله ثالثه لفيروس كورونا ولا سلاله جديده للفيروس؟ يعني الوصفين يعتبروا زي بعض، لان يعني هو الفيروس نفسه يعني بيتحور يعني من سلاله لسلاله اخرى وبتيجي معاها اعراض مختلفه، فهو يعني الموضوع واحد يعني ما اقدرش. طيب يمكن ده يخلينا بقى نروح لبعد اخر يا دكتور، فكره ان السلاله بتتغير، اذا ماذا عن اللقاحات التي بدات ان تكون متواجده؟ هل ستتغير يعني هي الاخرى يعني مع اختلاف الاعراض واختلاف السلاله وتحور فيروس كورونا ام ماذا؟ سؤال مهم جدا وواقعي جدا، لان احنا مثلا في انجلترا كل سنه بناخد زي لقاح ضد فيروس الانفلونزا، وبالتالي الانفلونزا ده بيتحور لكل سنه، فهو انت بتدي اللقاح على زي ار ان اي معين على الفيروس، على مش عارف اقولها ازاي، هو الار ان اي دوت اللي هو السلاله الجينيه للفيروس، فبالتالي لما بيتحور بيحتاج طبعا نوع من الدراسات مختلفه تماما يعني. طيب دكتور اشرف، ايه الاعراض الاخيره الخاصه بفيروس كورونا؟ يعني يمكن احنا في بدايه المرض او في بدايه الوباء في الجائحه الاولى كنا بنتحدث عن كحه، عن ارتفاع لدرجه الحراره، صداع وما شابه، هل هذه الاعراض تغيرت في الاونه الاخيره؟
بيحصل نوع من القيء والترجيع والوجع في البطن، يعني دي الحاجات اللي هي بتشمل اكثر الجهاز الهضمي غير الجهاز التنفسي، ودوت يعني بدات تظهر في الناس، وهي لما بداوا يعملوا لهم التحاليل بداوا يلاقوا عندهم ان الفيروس موجود، فهي دي الاعراض اللي هم اعتقد بيتكلموا عليها دلوقتي. طيب خليني اختم مع حضرتك بهذا السؤال، يعني احنا بنتكلم عن اقرار لقاح للوقايه من كوفيد 19، شركه استرازينيكا طورته مع جامعه اوكسفورد يوم 28 و29 سيسهم في تسريع عمليه التطعيم. مزيد من التفاصيل عن هذا اللقاح اللي طورته استرازينيكا يا دكتور. التصريح دوت مش دقيق، يعني هو الـ 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 اللقاح بدا عليه شغل من السنه اللي فاتت، من بدايه الظهور، انما وصل للمراحل المتقدمه في الابحاث قريب جدا يعني، وبالتالي برضه وصلت مع الفايزر مع الصيني، كل دول تطوروا في نفس الوقت ونفس التوقيتات، ودي حاجه في الوضع العملي صحيحه، لان هو اللقاح علشان يظهر بياخد حوالي سنه وسنه وشويه. فاعلان ان هو 28 و29 يعني اللقاح موجود بقاله مده وبيستخدم دلوقتي. طيب اخيرا لو سمحت ايضا، يعني كونك استشاري جراحه مراقب للوضع، مع التصريحات من هنا وهناك ان هناك سلاله جديده او مرحله ثالثه، تصريحات اخرى ان عمليه التلقيح او التطعيم بدات بالفعل في معظم الدول، البعض يتحدث عن اعراض جانبيه للقاحات، البعض يرفض ربما من جانب اخر ان ياخذ هذه اللقاحات المتواجده، الى اين نتجه دكتور اشرف كمراقب للوضع؟ خليني اكد لك على حاجه معينه جدا، ان في مستشفيات دلوقتي بدات ما تعملش الحالات غير الحرجة يعني في العمليات وبالتخصصات زي جراحة العظام اللي أنا متخصص فيها أكثر، إن هو إحنا ما بنعيش الحالات اللي مش محتاجة علاج طارئ، وبالتالي الجراحة العامة، الحاجات الفتح، الحاجات الرمد، أي حاجة غير عاجلة تم تأجيلها تماما، وحيتم تأجيلها، لأن حالات الكوفيد بتاخد الريسورسز اللي موجوده في المستشفى، يعني لما بتخش الحالات المستشفى بتاخد يعني كميه السراير، بتاخد الامكانيات اللي عندك بتستهلكها، فبالتالي ما ينفعش انك يعني بوجود جائحه زي كوفيد انك تفكر في حالات اللي هي الكتف اللي هي بتتعمل لمساعده الناس على الحياه اليوميه، انما مش عشان تحافظ على صحتهم وتنقذهم من الموت يعني. صحيح. طيب انا طبعا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للدكتور اشرف شوقي استشاري الجراحه، استاذ اشرف شوقي عوض، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا.